في الحلقة اللي فاتت بتاعت تعدد الزوجات جالي تعليقات جزء كبير منها كان تهجم على شخصي، زي انت خبيث وكذاب وجبان وعمال تلف وبتدور وما بقولش الحقيقة، وانا كان لازم اطلع واتكلم الكلمتين دول واقول ان الاعتذار من شيم الكرام، وبدام الواحد اخطأ في محتوى لازم يقول ان هو اخطأ مش عيب، العيب كل العيب ان الواحد يتمادى في الخطأ بتاعه والخطأ اللي كان صغير هيبقى كبير وكبير قوي كمان. والكلام طبعا مش ليا ولا المحتوى الحلقة، وهكررها تاني، تعدد الزوجات سنة وشريعة محسومة، والإنسان المسلم ما يقدرش يعمل قدامها حاجة غير التسليم لأمر الله عز وجل، حتى لو ما جاتش على هواك، وفي الأول والآخر برضه هو حر. المهم بقى، من ضمن التعليقات رسالة جات لي بتقول: بعد إذنك إزاي أعرف الشخص اللي متقدم لي ده مناسب ليا ولا مش مناسب؟ وعلشان نعرف هو مناسب ولا لأ يبقى يلا بينا. في البداية تسألوا عليه في المحيط بتاعه، جيرانه وصحابه وزمايله في الشغل أو الدراسة والناس المحيطة بيه عامة، واسألوهم أسئلة محددة مش أسئلة عامية، وبلاش نوعية أسئلة إيه رأيك في صاحبك فلان الفلاني، إيه رأيك إيه، ما هيقولك حلو طبعا وتمام وزي الفل. من ضمن الأسئلة الصح اللي انتوا ممكن تسألوهم: هو بيصلي ومحافظ على الصلاة ولا بيسمع الأذان وبيكسل يخش يصلي؟ واسألوهم كمان عن السب والشتيمة في الهزار وهو قاعد معاهم، واسألوهم بيسب الأب والأم والدين ولا لا. اسألوهم كمان لو حد زعله يقدر يسامح وبيعدي ولا بينتقم، ولو المشكلة كبرت بيبقى فيه فجر في الخصومة ولا لا. وتسألوهم كذب عليهم في حاجات قبل كده، يعني جربوا عليه كذب ولا لا. وتسألوهم عن كرمه، هو كريم ولا بخيل ولا ايه الدنيا. والحاجة كمان اللي هتظهر لكم ان انتوا لما تشوفوا طبيعة جيرانه واصحابه هتعرفوا هو ايه، صحابه تفكيرهم وطريقة كلامهم معاكم هتبين جزء كبير من شخصيته، اذا كانوا وحشين ولا محترمين، لان في الاصل الصاحب ساحب. حاجة كمان لازم تشوفوا طريقة تصرف اخواته واهله، ومن المواقف اللي انتوا هتشوفوها هتعرفوا البيت اللي هتسكن فيه بنتكم هتبقى عايشة فيه ازاي. كل ده طبعا مش انت اللي هتعمليه، والدك، اخوكي، عمك، خالك، هما اللي هيدوروا وبخبرتهم هيعرفوا اللي متقدم لك ده يصلح ليك من الاساس ولا لا. وتركزوا كمان في تصرفاته ومعاملته لام وابوه واخواته، بيحترمهم وهو بيتعامل معاهم ازاي، ومحسن ورحيم معاهم ولا لا، بيقلل منهم قدامكم ولا لا. علشان اللي يهون عليه أبوه وأمه هيعامل أبوك وأمك بنفس الأسلوب فيما بعد. رأي أهلك مهم جدا في خطيبك حتى لو أنت موافقة عليه، مادام شايفينه مقصر في دينه أو شخصيته غير متزنة وسوية أو عنده عيب خطير، واجب عليهم إن هم يمنعوك، علشان العاطفة عندك هتبقى مسيطرة عليك في التفكير. علشان شكله حلو ولبسه كويس وبدأ قلبك يتعلق بيه بغض النظر عن عيوب شخصيته وتقصيره في دينه. هننقل بقى النقطة مهمة جدا، ايه هي الصفات اللي ما ينفعش ان احنا نتنازل عنها في اللي متقدم لنا. اول حاجة يكون متربي واخلاقه حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثاني حاجة صادق وما بيكذبش، ودي صفة لا يمكن التغاضي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. ثالث حاجة ما يخونش وما يكونش ليه علاقات على السوشيال ميديا او المحيط اللي ساكن فيه. رابع حاجة شخصيته قوية وعنده القدرة على اخذ القرارات، علشان لو شخصيته مهزوزة والناس تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه في كل صغيرة وكبيرة، فالافضل الابتعاد عنه. خامس حاجة يكون كريم ما يكونش بخيل، والخطيبة في فترة الخطوبة بتعرف ده، البخيل اللي بيستخسر بلاش منه. كمان في نقطة هنا لازم تبقوا عارفينها كويس، لازم نفرق بين البخيل وبين الحريص، لان ده غير ده خالص. البخيل بيكون معاه ومستخسر يجيب او يشتري، والحريص بيكون معاه برضه فبيعمل حساب الزمن علشان الظروف طحنته جامد جدا فبيوزن الامور. الخلاصة بقى المرة دي بتتلخص في نصيحتين مهمين جدا. النصيحة الاولى لاي شاب هيتقدم لاي واحدة للزواج، خليني ابهرك واقولك ان ممكن شخصيتك تتوفر فيها كل الصفات الجميلة، كريم وشكلك حلو وبتصلي وملتزم واخلاقك وطباعك وتصرفاتك جميلة وشخصيتك كمان جميلة، ومع ذلك مفيش قبول والبنت ترفضك، ده حاجة عادية، وده مش هيعيبك في شيء على الاطلاق. انت انسان ممتاز وكل الناس بتشهد لك بطباعك الجميلة دي، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. بس سبحان ربي العظيم، رغم الطباع الجميلة دي ما حصلش بينكم قبول. أكيد ربنا سبحانه وتعالى شايل لك حد جميل هتحب الجمال اللي فيه. وعلى فكرة ممكن كمان يكون حد تقدم ليها ورفضها بعد الرؤية الشرعية علشان هو مش حاسس إن هي هتكمله. النصيحة التانية بقى للبنات، أكيد كل اللي متقدم لك مش هتتوفر فيه كل الصفات الحميدة دي كلها مرة واحدة، إلا لو كان بينك وبين الله
عز وجل منزلة خاصة وليكي مجهود كبير جدا في الدعاء وسريرة احنا ما نعرفهاش. وقتها بقى ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يرزقك بالانسان اللي انت بتدوري عليه، علشان الزواج في الاول والاخر رزق. تمام كده؟ بس كده انا خلاص خلصت. السلام عليكم.